للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الآن مراسلتنا جاكلين ماهر لتطلعنا على المزيد من التفاصيل والأخبار. إليك جاكلين. صباح الخير عليك دعاء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. وبالفعل كما ذكرتي أتواجد داخل أحد المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الجيزة. هذه المجمعات الاستهلاكية التي تتابعها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ضخ يعني السلع الغذائية والاستهلاكية وأيضا اللحوم والدواجن وتوافر هذه المنتجات وهذه السلع بأسعار مناسبة للمواطن المصري. ولكن المزيد من التفاصيل معي الأستاذ محمد كمال، وهو رئيس احد المجمعات الاستهلاكيه بهذه المحافظه. استاذ محمد كل عام وحضرتك بالف خير. استعدادات حضراتكم والمجمعات الاستهلاكيه في مختلف المحافظات لوجود وتوافر السلع الغذائيه باسعار مخفضه، وتحديدا يعني مع جائحه كورونا، ويعني استعدادات المجمعات الاستهلاكيه لتوفر هذه السلع مع الموجه الثانيه لفيروس كورونا، وايضا مع الاعياد القادمه خلال اعياد الكريسماس. اولا كل سنه وانتم طيبين، الشعب المصري كله بخير. طبعا انت عارفه ان الدوله قايمه بمجهود كبير جدا في توفير السلع الاستراتيجيه، سواء من سكر او رز او زيوت او سمنه او دواجن او لحوم مجمده. يعني على سبيل المثال احنا عندنا دواجن برازيلي موجوده الكيلو بتاعها ب 30 جنيه، عندك لحمه برازيلي مجمده الكيلو بتاعها ب 65 جنيه، في منها مصنعات لحوم منها، في عندنا طبق كباب حله 1 كيلو ب 65، وعندك نص كيلو مفروم الاهرام ب 32.5، ناهيك عن موجود عندك رز فاخر ب 8 جنيه، عندك سكر 8.5، عندك مكرونه 500 جرام ب 3.65، عندك زيت 17، عندك سمنه 17 جنيه، عندك لبن جاف 17، كل الحاجات دي باسعار مخفضه عن السوق لا يقل عن 25%. أستاذ محمد، يعني هذه الأسعار هي أسعار حديثة مخفضة بشكل حديث خلال هذا الشهر، ولكن ولا على مدار العام ومدار الأشهر يعني في خلال السنة؟ لا والله، الدولة بقى لها أكتر من سنة هي الأسعار دي ثابتة، بل في أسعار بتقل عن السوق كمان. يعني لو هي قليلة من أول العام، في حاجات برضو بيطرأ عليها تحديث للسعر، بينزل للسعر أقل، لأن كمان الدولة عاملة حسابها في المجمعات الاستهلاكية إن يبقى في سلع متوفرة بكميات كبيرة جدا. يعني على سبيل المثال زي ما أنا قلت لك، موجود عندنا في المجمع ده أكتر من بضاعة، أكتر تكافي المواطنين أكتر من 3 شهور، ناهيك عن الشركة فيها مخازن مليانة بضاعة، في أي وقت في صنف ناقص بنتصل في خلال نص ساعة يكون البضاعة موجودة، لأن ده هو الأمان للمواطنين. يعني الدولة حست فعلا، حسست المواطنين في الفترة اللي فاتت جائحة كورونا والجائحة اللي جاية إن شاء الله ربنا يسترها بإذن الله على الشعب المصري، إن مفيش قلق على أي بضاعة سواء هنا أو في أي أماكن، البضاعة كلها متوفرة بكميات كبيرة جدا. أستاذ محمد، لو بنتكلم عن السادة المستفيدين من البطاقات التموينية والسلع الخاصة بالبطاقات التموينية واللي بتقدم ليهم بشكل مدعم، وهناك فارق في أو في سلع مخصصة لفارق النقاط الخبز للسادة المواطنين بيقدروا إن هم يوصلوا هنا داخل المجمعات الاستهلاكية للحصول عليها، أبرز هذه السلع ومدى توافرها وأيضا أسعارها، هل هي تقدم لهم بالمجان أم بيتم دفع يعني بعض من المبالغ لهم؟ والله وحضرتك أنت عارفة إن التموين له 28 صنف، اما نقاط الخبز والمواطن بياخد ورقه بتاعته زي شيك كده بيخش يشتري اللي هو عايزه، اي حاجه هو محتاجها للبيت، جاب بضاعه تزيد عن هذه الورقه بيدفع الفرق بتاعها، لانه بيختار اللي هو عايزه، بيكمل نفسه، عايز دواجن بياخد، عايز لحوم بياخد، عايز مسلي ياخد، عايز اسماك مجمده ياخد، عايز اي حاجه بياخدها، لان هو بيكمل بيته على البضاعه التموينيه. وهذه هي السلع الخاصة بالنقاط أو فارق نقاط الخبز. نقاط الخبز أي حاجة هو عايزها بياخدها من المجمع. عندك 1200 صنف، لو اختار من أي منهم حاجة ما فيش حد بيقول له أنت بتعمل إيه، لأن نقاط الخبز دي حقه ياخد اللي هو عايزه. طيب لو نتكلم عن كل سعر على حدة، سعر الدواجن، سعر اللحوم المختلفة بأنواعها، سواء كانت اللحوم مجمدة أو اللحوم يعني لسه طازجة. عندنا حضرتك دلوقتي الدواجن البرازيلي الكيلو بتاعها ب 37 جنيه، عندك لحمة برازيلي مجمدة ب 65 جنيه، عندك أسماك بتبدأ من 26 جنيه، أسماك مجمدة، ماكريل ومكرونة وسردين عندنا ب 16 جنيه، عندك أطباق أسماك فيليهات بتبدأ من 25 جنيه 80، ناهيك عن اللحمة السوداني البرازيل، اللحمة السوداني الطازجة الكيلو بتاعها ب 85 جنيه، كبدة 85، هو أي حاجة عايزها في اللحمة السوداني اللي هي الطازة دي
بياخد، عايز ياخد عرق فليتو بياخد، عايز يعمل كباب حل كباب حله بياخد، عايز يعمل بفتيك بياخد، اي حاجه هو عايزها لان موجوده. وزائد ان عندنا لحم ضاني بلدي بلدي ممتاز، الكيلو بتاعه ب 100 جنيه. طبعا الاسعار دي لا مش موجود مثيلها بره في السوق الخارجي، لان الدوله هي اللي بتدعمها، مش احنا بندعم حاجه، الدوله اللي بتدعم المجمعات عشان المواطنين. من خلال حضرتك في السوق، هل بيبقى في يعني تخوف من المواطن المصري وهو بياتي الى المجمعات الاستهلاكيه لشراء البضائع، ويكون هناك تخوف من انتشار فيروس كورونا وربما قله في السلع الغذائيه، فهناك يعني شراء بشكل كبير على هذه السلع والتعامل مع هذه السلع؟ لا حضرتك، المواطن بقى عنده وعي كبير دلوقتي. احنا كان في اول لقطه خالص في كورونا كان المواطن بيشتري بخوف، يعني كان بيشتري عايز يخزن، انما اما الدوله قامت وبينت له المجمعات فبضاعه في اي وقت، المواطن بقى عنده الثقافه بياخد بضاعته زي ما هو كان الاول، بياخد بضاعته اللي تكفيه اسبوع تكفيه 10 ايام على حسب نزوله والشراء. زائد ان المجمع هو كل ما يخش يحس ان المجمع مليان بضاعه حاسس بامان. ثانيا انت دلوقتي عارفه ان الاسعار هنا تقل عن السوق ب 20 25%، فانا مش هاخد بضاعه وكومة، انا بجيب بضاعه تكفيني البيت وفي نفس الوقت تعديني الشهر زي ما انا عايز. بيحسب مصروفه دلوقتي وعارف انه هيجي يلاقي حاجته بالشهر. مواعيد حضراتكم امتى؟ احنا على طول موجودين من الساعه 9 صباحا لغايه 9 بالليل. ثانيا ان احنا عندنا اجراءات احترازيه زي ما انت شايفه موجوده، ان ما فيش حد بيخش الا بالكمامه. ثانيا عندك مطهرات موجوده، كلور وكلونيا وكحول وكل الانواع. ثانيا التموين احنا بنمشيه بنظام حلو جدا، ان المواطن بيجي الصبح ياخد رقم وينتظر بعيد، بيقف على الشباك بتاع التموين فرد واحد، لو وقف اكتر من فرد بنقول بعد اذنك استنى دورك، واحنا بنندي عليه لو رقم واحد خلص بنقول رقم اثنين، زي نظام البنوك ونظام الحاجات دي بالظبط. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، احنا تحت امرك وكل سنه وانتم طيبين. استنى حضرتك طيب. اذا دعاء، كان هذا هو لقاءنا مع الاستاذ محمد كمال رئيس احد المجمعات الاستهلاكيه بمحافظه الجيزاء. اطلعنا على مدى توافر السلع الغذائيه والاستراتيجيه وايضا اللحوم والدواجن للمواطنين، وايضا هذه السلع المقدمه للمواطنين باسعار يعني خاصه جدا، اقل من اسعار الاسواق بما بين 15% الى 20%. ليكي دعاء. نعم شكرا جزيلا لك جاكلين ماهر.